يابوب يبمضي مصوردو سألني هل فعلت أم لم أفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 88 من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتوسط الثانية بانجلا رشين تركشا إسطنبول كتاب بيكي. نحن الآن مع درس القواعد الثاني من الوحدة الخامسة، هذا هو الدرس نراه أمامنا. هو صيغة سؤال هل فعلت أم لم تفعل بصيغة الإخبار غير المباشر دولايل أنلطم، هذه هي سورو جملة لرندا في جمل الأسئلة دولايل أنلطم، الإخبار غير المباشر. يعني سألني أبي هل ذهبت إلى المدرسة، هذا إخبار مباشر. الإخبار غير المباشر هنا سألني أبي هل ذهبت أم لم أذهب إلى المدرسة، هذا اسمه إخبار غير مباشر. كيف تتم صياغته؟ نأتي بالفعل ونكرره مرتين، مثلا بابام بنا أكولا جديب، الفعل أتينا به أول مرة جيت اذهب، المرة الأولى نضع بعده آي بي جديب، ثم نأتي بالفعل مرة أخرى كما نرى هنا، ثم نضع ما جديب جيت ما ديك، ديك هنا تصبح مرقق مخففة ويأتي بعدها الضمير الشخصي جديب جيت ما ديم، وهنا بالارتماء يعني لحقت المفعول به او حرف الجر او هكذا. جيت مديمي جيت مديم جيت مديمي، اذا جديب جيت مديمي سوردو سأل هل ذهبت ام لم اذهب، سأل هل جلست ام لم تجلس، اوتوروب اوتورمادن اوتورمادن لم تجلس اوتورمادن لم تجلس اوتوروب اوتورمادن سوردو سأل هل جلست ام لم تجلس، سأل هل جاءوا أم لم يأتوا، جالب جال مديك لري ني سوردو، جال مديك ضمير الشخص لري لأنه لغائب الجماعة لري، وهكذا يعني سهلة جدا جدا. وسنرى الآن هذا من خلال الأمثلة. الجملة المثال الأول أنيم بنا أكولا جيتين مي ديا سوردو، سألتني أمي هل ذهبت إلى المدرسة، الآن سنقول سألتني أمي هل ذهبت أم لم أذهب إلى المدرسة. أنيم بنا أكولا جديب جيت مديمي سوردو، الفعل ذكرناه مرتين، في المرة الأولى أضفنا له آي بي، في المرة الثانية أضفنا له ما للنفي، ثم أضفنا له ديك، ثم أضفنا له لحق الشخص، ثم أضفنا له لاحقة المفعول به سوردو. أنيم سألتني هل ذهبت أم لم أذهب إلى المدرسة. المثال التالي بوليس شوفيرا الكول اشتينيز مي ديا سوردو، ديا سوردو هكذا سأل الشوفير البوليس للشوفير، سأل الشرطي سائق السيارة هل تعاطيت الكحول، الكول اشتينيز مي تصبح بوليس شوفيرا الكول اتشيب اتش مديني او اونون الكول اتشيب اتش مديني سوردو، سأل البوليس سائق السيارة هل شرب الكحول ام لم يشرب، هل تعاطى الكحول ام لم يتعاطى. الجملة التالية إدا سدايا ديا سوردو، إدا سدايا سوردو سألت إدا سدا ماذا قالت لسدا، بنيملا ألوش فريش ياب مايا جالير مسين هل تأتين معي من أجل التسوق، ديا سوردو هكذا سألتها. الآن كيف تصبح، سألتها أتتسوق معها أم لا، إدا سدايا أونونلا ألوش فريش يابوب عفوا ألوش فريش ياب مايا جديب جيت مياجيني سوردو، هنا تغيرت اللاحقة، لم نقل جديب جيت مديني، قلنا جديب جيت مياجيني سوردو. لماذا وضعنا هنا أجاك بدل الديك؟ ديك لأنها للمضارع وللماضي، أجاك للمستقبل لأنها هنا قالت لها هل تذهبين معي إلى التسوق، في الصياغة ستصبح مستقبل، سألتها هل ستذهب معها إلى التسوق أم لا، لأن هكذا تصبح. يعني إذا كنت أسأل أحدهم هل تأتي فتصبح سألته هل سيأتي أم لن يأتي، أما إذا سألته هل أتيت تصبح جلب جال المديني سألته هل أتى أم لم يأتي، يعني هذا هو الفرق. الجملة التالية هاكان أليا، هاكان لعلي ماذا قال له أو ماذا سأله، أندونيسيا دا دبرم أولمشمو ديا سوردو هكذا سأله، أندونيسيا في أندونيسيا دبرم أولمشمو هل حدث زلزال، تصبح هاكان أليا كما نرى أندونيسيا دبرم أولوب أولمادينو سوردو سأله هل حدث زلزال أم لم يحدث. الآن التمارين وهي تؤكد لنا هذه القاعدة بشكل
قوي. يقول لنا aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi dolaylı anlatıma çevirelim. Aşağıdaki cümleleri الجمل التي في الأسفل örneklerdeki gibi كما في المثال أو كما في الأمثلة dolaylı anlatıma çevirelim. Çevirelim لنحولها dolaylı anlatıma إلى إخبار غير مباشر. الجملة الأولى öğretmen bana ödevini yaptın mı diye sordu. المدرس سألني هل كتبت وظيفتك؟ أو هل قمت بأداء واجبك؟ أدفيني يبتن مو تصبح أرتمن بنا أدفيني كانت أدفيني تصبح أدفيني يعني المدرس سألني هل كتبت وظيفتي أم لم أكتب وظيفتي؟ أرتمن بنا أدفيني يبتب يبب عفوا يبب يبمضيني سوردو ديا نحذفها إذن أرتمن بنا أدفيني يبب يبمضيني سوردو الجملة التالية ben Ayşe'ye Türk kahvesi içer misin diye sordum. سألت عائشة هل تشربين القهوة التركية؟ ما رأيك هل يعني أضيفك أو هل أقدم لك القهوة التركية؟ تصبح سألت عائشة هل ستشرب قهوة تركية أم لا؟ ben Ayşe'ye Türk kahvesi içip içmeyeceğini sordum. لم نقل içip içmediğini قلنا إتشيب إتش ماجاني لو قلنا إتشيب إتش ماديني سوردوم لصار المعنى سألتها هل شربت القهوة التركية أم لم تشربها لكن لا أسألها هكذا أقول لها هل تشربين القهوة التركية أم لا تشربين يعني هل ستشربين القهوة التركية أم لا تركا هفسي إتشيب إتش ماجاني إتش ماجاني أنون إتش ماجاني سوردوم بان عائشة أنون تركا هفسي إتشيب إتش ماجاني سوردوم يجوز أن نقول أنون ويجوز أن نحذف أنون لأن المعنى يدل عليها. الجملة الثالثة يقول دكتور هاستيا الطبيب للمريض باشن آريور مو دي سوردو هكذا سأله سأل الطبيب المريضة سأل الطبيب المريضة هل يؤلمك رأسك؟ تصبح سأل الطبيب المريضة هل يؤلمه رأسه أم لا؟ دكتور هاستيا başı ağrıp ağrımadığını av ağrımadığını sordu. Başı nam ağrıp ağrımadığını sordu. سألت طبيب المريضة هل يؤلمه رأسه أم لا. الجملة الرابعة بانو جرنا علي dünkü filmi beğenmiş mi diye sordu. بانو سألت جرن هل أعجب علي بفيلم البارحة؟ الآن ستصبح بانو سألت جران هل أعجب علي بفيلم البارحة أم لم يعجب به؟ بانو جرانا ألينين تصبح مضاف ألينين بيان بيان مديني يعني ألينين بيان دي إعجاب علي ألينين دونك فيلمي بيان بيان مديني سوردو هكذا يصبح الحل. الجملة الخامسة arkadaşım bana ne zaman mezun olacaksın diye sordu. سألني صديقي متى سوف تتخرج. تصبح سألني صديقي متى سأتخرج أنا. هكذا تصبح هذه لا تختل القاعدة تلك لأن القاعدة التي ذكرناها اليوم هي هل فعلت أم لم تفعل. لكن هذا السؤال متى فعلت هذا السؤال يجاوب وفقا لقاعدة الدرس الماضي للقاعدة السابقة. تصبح هكذا arkadaşım bana ne zaman mezun olacağımı sordu ne zaman mezun olacağımı sordu نفس القاعدة التي درسناها قبل هذه القاعدة في جملالرين ده دولايلي أملاطم هذه القاعدة التي درسناها اليوم ليست عن هذا لأن القاعدة التي درسناها اليوم فقط هل فعلت أم لم تفعل هل ستفعل أم لن تفعل أما متى فعلت كيف فعلت؟ وهذه الأسئلة فتستخدم فيها قاعدة الدرس السابق بشكل طبيعي. arkadaşım bana ne zaman mezun olacağımı sordu. فقط. من لا يفهم الصيغة يستطيع أن يراجع الدرس درس القواعد السابق. يسهل عليه الموضوع جدا. وقد قرأنا عليه أمثلة بالأطنان. السؤال التالي يقول aşağıdaki cümleleri doğrudan anlatıma çevirelim. الجملة التي في الأسفل لنحولها إلى إخبار مباشر. الآن سنفعل العكس يعني نقرأ ونحول. الجملة الأولى ben Selin'e bu keki onun yapıp yapmadığını sordum. أنا سألت سيلين
هل هي من صنعت هذا الكعك أو هذا الجاتو أم ليست هي؟ تصبح سألت سيلين هل أنت من صنعت الكعك؟ تصبح هكذا بان سيلينا بوكيكي سان يابتن دي سان ميابتن دي سوردوم بوكيكي سان ميابتن بين علامتي اقتباس. طيب الجملة يعني تصبح هكذا سألت سيلين هل أنت من حضر هذا الكعك؟ هل أنت من حضر هذا الجاتو؟ طيب الجملة الثانية أركضشم بنا يارن سينمايا جديب جيت مي جايميزي سوردو سألني صديقي هل سنذهب غدا إلى السينما أم لنذهب؟ إذن جيت مي جايميزي يعني نحن يعني أنا وهو. إذن تصبح هكذا أركضشم بنا بين علامة اقتباس يارن سينمايا جيدجيك ميز هل سنذهب غدا إلى السينما؟ ديا سوردو نغلق قوس ونكتب ديا سوردو. إذا سألني صديقي هل سنذهب غدا إلى الجامعة؟ لماذا قلنا هل سنذهب ما قلنا هل ستذهب؟ لأنه قال هل جدب جت ما جامزي استخدم هنا نحن فنجيب عندما نقلبها تصبح يرن سينما جدا جاك ميز. طيب الجملة الثالثة ماليس بارشا جابونيادا إيكونوميك كريز أولوب أولمادığını سوردو. إذن الآن ماليس سألت بارش هل حدثت أزمة اقتصادية في اليابان أم لم تحدث؟ يصبح الجواب هكذا ماليس لبارش هل هناك أزمة في اليابان؟ هكذا سألته ماليس بارشا جابونيا دا إيكونوميك كريز وارم قلوب أولمدانا عكسها وارم يعني ليس عكسها الصيغة المباشرة وارم هل يوجد؟ تصبح قلوب أولمدانا سند كلام وارم هل يوجد عندك قلم؟ سند قلم olup olmadığını sordum. سألت هل هناك قلم؟ يعني إذا هكذا يصبح الجواب ماليس بارشا جابونيا دا ايكونوميك كريز var mı diye sordu. الجملة الرابعة annem babama tatile gidip gitmeyeceklerini sordu. Gidip gitmeyeceklerini عفوا. إذا أمي سألت أبي هل سيذهبون إلى العطلة أم لا؟ إذن هم معا هل سيذهبون إلى العطلة أم لا؟ تصبح هكذا أنم بابا ما تعطيلا جيداجاك ميز ديا سوردو هكذا سألت أمي هل سنذهب إلى العطلة؟ عندما حولناها قلنا أمي سألت أبي هل سيذهبون إلى العطلة؟ فقلنا أمي قالت لأبي أو أمي سألت أبي هل سنذهب إلى العطلة؟ أنم بابا ما بين علامة اقتباس تعطيلا جيداجاك ميز ديا سوردو. الجملة الخامسة أورتمن بنا إسطنبول بياني بين مديمي سوردو المدرس سألني هل أعجبت بإسطنبول أم لا؟ تصبح سألني المدرس هل أعجبتك إسطنبول أو هل أعجبت بإسطنبول؟ أورتمن بنا إسطنبول بيان دينمي ديا سوردو بياني بين مديمي تصبح إسطنبول بيان دينمي نغلق علامة الاقتباس ونكتب ديا سوردو هكذا سأل. الجملة السادسة أنم كارديشيما أكشام يمكيب يميجيني سوردو سألت أمي هل سيأكل الطعام مساء أم لا؟ تصبح أمي قالت لأخي أو أمي لأخي أمي سألت أخي هل ستأكل الطعام مساء؟ أنم كارديشيما بين علامة اقتباس أكشام يمك يجيك ميسن diye sordu. Nolu kanat l-iqtibas ve nektub diye sordu. Akşam yemek yiyecek misin? Lianha huna yiyip yemeyeceğini. Lau kanat yiyip yemediğini tusbih yedin mi? Lakinha sa'letu hel ta'kul em len ta'kul? İzhan hel sa'ta'kul? Akşam yemek yiyecek misin? diye sordu. El cümle el-sabi'a Zeynep Fatma'ya Mehmet'in adresini bilip bilmediğini sordu. Zeynep sa'let Fatıma هل تعرفين عنوان محمد أم لا؟ عفوا سألت فاطمة محمد هل تعرف عنوان محمد؟ سألت زينب فاطمة هل تعرف عنوان محمد أم لا؟ تصبح سألت زينب فاطمة هل تعرفين عنوان محمد؟ طيب هكذا زينب فاطمة يا محمد أدرسني بليور مسون ديا sordu. Tayyip. El cümle el ahira. Arkadaşım bana
Yarın kendisine yardım edip etmeyeceğimi sordum. سألني صديقي هل سأساعده غدا أم لا؟ سألني صديقي هل سأساعده غدا أم لا؟ تصبح سألني صديقي هل ستساعدني غدا؟ يعني arkadaşım bana yarın bana yardım edecek misin diye sordu. هل ستساعدني غدا؟ yarın bana yardım edecek misin? تصبح هكذا كما ذكرنا فقط. طيب الآن هذه التمارين انتهت. التمرين التالي هو عبارة عن قصة نفرد لها فيديو مستقل حتى لا نطيل عليكم كثيرا ولا نصل إلى نصف ساعة. درس اليوم انتهى. لا ننسى كتابة الأمثلة، كتابة التمارين على الدفتر وحلها على الدفتر، قراءتها بشكل متكرر وبصوت عال، استخراج الكلمات الغريبة واستخدامها في جمل مفيدة، ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناءة على العناوين الموجودة في مربع الوصف. ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمنتسبين إلى هذه القناة الداعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا، فبجهودنا معا يستمر العمل ويزدهر ويثمر. دمت البسمة متراخصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يطيب فيه.